لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 23، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا الإجماع على الشيء وعكسه، وما زلنا مستمرين في نقل وأحداث ووقائع معركة أين الله، واللي زي ما حضراتكم شايفين إنها معركة على كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط اللي هي أين. وطبعا كلمة أين جوابها مكان، يعني السؤال أين الله الجواب لازم يكون مكان. وطبعا أول ما بدأت المعركة دي كانت حول صيغة السؤال، فالطرف الأول بيقول لا يصح السؤال أين الله، ونشوف مع بعض هل يصح السؤال أين الله للدكتور منير الكمنتر، نشوف مع بعض. وقلت أكثر من مرة لا يصح السؤال أين الله، لا يصح هذا السؤال، لأن أين يسأل به عن المكان، والله تعالى خالق المكان والزمان، فأين كان قبل خلق المكان؟ كان الله ولم يكن شيء. وزي ما شفتوا حضراتكم الدكتور منير الكمنتر بيقول لا يصح السؤال أين الله، لأن السؤال بأين يكون عن المكان، والله لا يكون في مكان لأنه خالق المكان، فطالما السؤال بأين لا يكون الجواب عنها إلا بمكان، فإذا لا يصح السؤال أين الله. وهنشوف الدكتور نبيل الشريف وهو بيشرح أكتر أن السؤال بأين لا يصح عن الله. كثير من العلماء من السلف والخلف ذكروا تنزيه الله عن المكان. توجد عقيدة اسمها العقيدة الطحاوية، مؤلفها أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. هذه العقيدة مؤلفها مضى عليه أكثر من 1000 سنة. هذا الرجل كان من السلف الصالح من الأئمة. من جملة ما قال في هذه العقيدة عن الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، معناه الله موجود بلا مكان. وعلى هذا كل الأئمة، الإمام أحمد رضي الله عنه قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم؟ الذي يثبت لله المكان مجسم. زي ما شفتوا حضراتكم الدكتور نبيل الشريف وهو بيقول كتير من علماء السلف والخلف ينزه الله عن المكان، فلا يصح السؤال عن الله بأين، ينزه الله عن جواب السؤال. ده يعني بيقولوا إن الله ليس في مكان، بمعنى ليس في السماء وليس فوق العرش، واللي يقول إن الله في مكان ده يبقى مجسم كافر. وتكفير من أثبت المكان لله أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ونشوف مع بعض الشيخ جيل صادق هينقل لنا الإجماع ده. وإليكم كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام الشيخ العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد الخامس طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1418 للهجرة، في الصحيفة 202 يقول ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ جيل صادق ذكر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق اللي فيه مذكور ان اللي يثبت لله المكان كافر، وقال ان ده اجماع اهل السنة والجماعة. وفي المقابل شفنا الطرف الثاني وهو بيقول ان السؤال اين الله اللي سأله هو الرسول نفسه، فأي اعتراض على السؤال هيكون اعتراض على مين؟ على الرسول. ونشوف الشيخ الفوزان وهو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. لا يجوز السؤال عن الله بأين
لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله، يكون الرسول ضال، أسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله، الله في السماء سبحانه. وزي ما شفته الشيخ الفوزان مش بيقول إن اللي بيعترض على السؤال أين الله بيعترض على حد غير، بيعترض على الرسول وبس، لأن ده بيعترض وبيقول إن الرسول ضال ومخطئ. ويا ريت الاعتراض ده كان على الرسول وبس، لا ده كمان برضه اعتراض على الله نفسه، والاعتراض على الله بتكون نتيجة حكمه. هنشوف الشيخ فوزان في الفيديو اللي جاي هيقول لنا إيه. الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه، في العلو فوق سماواته، مستوى على عرشه. أين يكون مختلط بالعالم؟ هذا كفر. ليرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات. يقول الله في كل مكان، أسأل الله العافية. نعم. الشيخ الفوزان بيقول إن الله بنفسه قال عن نفسه إنه في السماء، يعني في العلو مستوى على عرشه. والاعتراض على كلام الله يعني إنكار إن الله في السماء، ده معناه إن الله مختلط بالعالم حال في خلقه. واللي يقول إن الله مختلط بالعالم حال في خلقه ده كافر والعياذ بالله، زي ما قال الشيخ فوزان. وبرضو شفنا مع حضراتكم إجماع علماء الإسلام على الله فوق السماء وفوق العرش وفوق جميع الخلق. واللي نقل لنا الإجماع ده هو الشيخ ابن باز، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هقول لنا إيه. أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق. وزي ما شفنا ابن باز بيقول أجمع علماء الإسلام على أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، واللي يخرج عن إجماع علماء الإسلام ده يبقى كافر ضال جهمي خبيث. وده مش كلامي أنا، ده كلام اللي هيأكده الشيخ ابن باز في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. فالذي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر ضال جهمي خبيث. الله يوصف بأنه في السماء وأنه فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، فما أخبر عن نفسه جل وعلا. الشيخ ابن باز بيقول اللي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر ضال جهمي خبيث، فالله يوصف بأنه في السماء وإنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه جل وعلا. وطبعا الكلام ده مش منطقي إن يكون في إجماعين على الشيء نفسه وضده أو نقيده. فأهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة زي ما شفنا في الحلقة دي والحلقات اللي قبلها نقلوا إجماع علماء الإسلام على تكفير من يثبت لله المكان أو العلو الذاتي. وأهل السنة والجماعة الوهابية السلفية نقلوا برضو إجماع علماء الإسلام على تكفير من لا يثبت لله المكان أو العلو الذاتي. وزي ما شفنا الشيخ السعيدان وهو بيقول إن مفيش غير طائفة واحدة فقط هي اللي بتؤمن بصفة العلو، هم أهل السنة والجماعة، وطبعا قصده الوهابية السلفية، وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. وإن من أعجب العجيب أنه لم يؤمن بهذه الصفة على مراد الله فيها إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهي الصفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل. سماها ابن القيم الجيوش الإسلامية، ثم جمعها في كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، يقصد تلك الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. وطبعا زي ما شفتوا حضراتكم أنه بيقول في أول الفيديو من أعجب العجيب أنه ما فيش غير طائفة واحدة فقط تؤمن بصفة العلو لله اللي أثبتها الله بنفسه في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل، وأن ابن القيم جمع كل الأدلة في كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية. وبنعمة ربنا احنا هنتكلم عن أهم الأدلة اللي حصل الخلاف بسببها بين أهل السنة الأشاعرة وبين أهل السنة الوهابية السلفية في الحلقات الجاية، فكونوا معنا وتابعونا وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.